السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم عندنا نهار السبت، جيت نوريكم اهم الاشياء اللي ندير بهم اللي نديرهم نهار السبت. اقعدوا شوفوا لا فيديو جوسكا لا فا، وكالعاده قبل ما تروحوا ما تنساوش تابوني وتخلوا لي ام تي لايك. نبداو لا فيديو. انا نهار السبت صباح نخرج جينيرالمون نقضي ابعبكم القضيان موراه ستف ورد كل حاجه بلاصتها، راه ياخذ الوقت. نبدا بالبطاطا، هي الاولى نحطها في بلاصتها. انا ما نكذبش عليكم، ما نشف الخضره قبل ما نحطها في بلاصتها. ما تشدليش كاع، كي جربت هاد لا تكنيك ما تشدليش، نحطها هكذاك وماما وين تجي نطيب نشللها. نحط البطاطا في الكومبارتيمون التحتاني كاع، اللي طاير راهو يبان منا مغبر حالتو حاله، يلاه غالب اوني با بارفيت. و لو دوزيام هذاك نخلياتو كيف كيف البطاطا، دي فوا سا نو زاريف و نشرو في اوميو دو سومان باش نحطها تما باش نعرف القديمه والجديده. والفوق عندي نحط البصل والثوم. نكملو هذا قضيان تاع سمانه يشد لي توت اون سومان. هنا عندي زروديه تاع ربطه، وكيما عبالكم زروديه تاع ربطه نلقاو فيها مخلطه، نلقاو الفاسده، نلقاو الرقيقه، نلقاو الخشينه، مش كما تخيروا حبه. انا واش ندير، نترييها، نحط الخشينه وحدها والرقيقه وحدها، كيما راكم تشوفوا هنا معايا. ندير هكذا دو تاع وحده خشينه وحده رقيقه. ونجيب دي ساشي هكذا بحب، نستف الخشينه وحدها ونسيي، كي نغلق الساشي هكذا نحي منه الهواء كمان. ستفهم فوق الطابله من بعد هذيك، باسكو لاخر في جيده جي با يو لو طون نغسلو البارح ولا الصباح. انا في مره في السمانه نمسحو نجوز عليه نغسلو شامبوان. وهنا عندي اللفت نحيلو هذاك الحشيش فوقاني، باسكو دي فوا يعود بولي تمتم يفسد لنا الخضره. هنا عندي طماطيش كيف نغلق عليها مليح، فلفل حار وطرشي، كورجات. كورجات راهي تجي في هذيك لافلور الفوقانيه، هذيك نحوها، هذيك تم تفسد لكم الكورجات اذا ما نحيتوهاش. انا من الحانوت نفدها ونطيرها، وانا نفد فيها نطيرها. هنا عندي كرافس، كرافس ما عندي شو الميثود باينه كيفاش نخبيه، اذا عندكم قولوا لي. انا نديرو غير هكذا، نقطعو نحيه غصان غصان كيما شفتوني نطيب انايا به غصان، ما نقطعوش غير يطلق البنة نحيه. كيف كيف نحطو هكذاك في ساشي، نسيي نحي منو لو فيد لا الهواء. وهناكم تشوفوا وجاني القطع، مبالو كاين اللحم، ما كاش اللحم اليوم. روح المعدنوس نقطعو اون دو هكذايا، سينو باغ كونطخ لا تكنيك هاد لا ميثود نخبي بيها الكسبر المعدنوس
عجبتني بزاف وما نبدلهاش، بكري كنت نحطو في كونجيلاتور ونقطعو ونش نغسلو. دركا ندير بهاد الطريقة يشد لي، وش يشد لي؟ يشد لي بدو سومان ما يتحركش. نغلق عليه هكذايا، نحي ماكسيموم الهواء، ومن بعد تيك نكمل بلاباي. شوفوا راني درت لاباي ونكمل ناسبيري الهواء فمي هكذا. شوفوا كيفاش يبست ولا تغيجيد، باسكو ما فيهاش من با قطره تاع هواء. ونغلق عليها هكذا مليح. وهداك المغصو تاع بابي ابسوربو ماشي نيتي اني شغل لويه تاع في البابي ابسوربون، شغل ندير اون ان تي مورسو معاه هكذايا جوست باش يابسوربي لوميديتي اذا تكون كاينه في الساشي. كيف كيف نكمل كاع بهاد الطريقه. كصبر المعدنوس هنا الكسبر، عندي زوج ربطات الكسبر ولا الحشاوش، كل واحد باش يقول له. هذا تاع الشوربه هذا نسيي نهويه نحلو مليح باسكو يعودو شتو غالقين ومصير مع الميديتي اللي فيه. لازم تهبوه هكذا تحلوه وتنحو حاجه هكذا تشوفوها فاسده في الوسط ولا نحوها باش ما يفسدلكمش دمكم. هداك النهار كانت يد في الماشينة، كنت مع الحوايج، يد مع الخضرة، ما قعدتش فغيما ما قعدتش. وهنا الثوم نحطه في كشاف ساعة هكذايا، نحطه مع البصل بطرف. باذنجان من بعد تيك هنايا بداو يجوعوا، بداو يريكلاميو في الفطور.
حبست اشوفو هنا هادو اللي نغسل بيهم فريجيدار اللي نمسح بيهم فريجيدار ندوز عليهم بعد ما هضر لكم عليهم. قلت لكم هنا بداو جاعوا، سخنت لهم الطعام تاع نهار الجمعه والحمد لله فطرنا به وشبعنا فيكو ما تعشيناش به، درت لهم العشاء نهار الجمعه، قعد الغدوه من داك السبت وفطرنا به. قلت لكم هذاك اللي وريت لكم اللي في القرعه هذا كاسي دو فيناغ نمسح بها انايا الفريجيدار، ابيكم هذاك اللي اكسترا اللي اكسترا قاصح وقوي بورتون تاع الجزائر مليح، انا نديرو هكاك بيور ديريكتومون. وهذاك الاخر البابي ماشي بابي، هذاك الورق هذاك نمسح به ندي. وهنا حبيت نوري لكم هاد الياغورت انرجيزون فريمون مليح تاع الناس اللي ما ياكلوش بزاف ولا يحبوا يرفدوا صحتهم ولا تاع سبور ولا سي الي انرجيزون شغل بلان دي انرجي. وهذيك الطوماطي شوفوا كي ندير لها هذاك الغلاق ما نسحقش كنديرها في بطا تشد لي تقول شي جديده، كل ما نحلها تقول شي جديده. هذه مسحه تاع خفيفه تاع الفريجيدار شغل كي تدوروا عليه كل دايما هكذا ما يتوسخ لكمش. ونفرغ دوزيام ايطاجر. لو كان تنتبهوا شوفوا لي طاجر الاولانيه والدوزيام ماهمش كيف كيف، علاه الاولانيه تكسرت ليه ومن بعد كي رحت سيرفيس ابري فونت تاع لا مارك تاع الفريجيدار عييت نتبع فيهم ما جابوليش لي طاجر. الوغ رحت لي خدم سجاج دي بانيت بهذيك السجاجه والحمد لله. وتما حطيت الحشيش في السله ديك الخضره، حطيت الحشاوش الكزبر المعدنوس كاع هذاك الحشيش اللي كنت نخدم فيه مقبيس تفتو اونصومبل. هذاك الدجاج مقطع غسلته الباح وقطعته خليته يقطر، دوك نحطو في كونجيلاتور كيف كيف. وهذيك السله اللي راكم تشوفوا فيها نحط فيها كاع الخضره اللي شاطت لي من لا سيمين باسي باش نبدا بها هي الاولى. كي نجي نطيب نروح نحل الفريجيدار ونبدا نشوف خضره اللي نجبد ديريكتومون ديك السله نبدا بها، كاينه الحاجه صح ما كاش نروح نجبد من جديد. فوالا نبدا نحط توجور الحاجه اليابسه، كي نبدا نستف خضره حاجه يابسه هي التحتانيه وعلى بالكم لي طريه وكامل من الفوق باش ما تتعبصش. بعد ما كملت الفريجيدار نروح نكونجلي هذاك الدجاج اللي خليته يقطر. ونديباغاسي هاديك الروينة نغسل الماعون انا توجور كي نستعمل الدجاج ولا نقطعو نحب نغسل لو بلون دو طرافاي هكدا بلو جافيل.
حبيت هنا بارطاجي معكم هاد لو بتي تاشا، هاد البالي شريتو 135 ألف، راكم تشوفوا هنا لو بخي. فيه زوج نشاشف ويتغلق هكذا، انا حبيت نعود نغسل به الحيوط، نجربه ونقولكم اذا عجبني ولا لا. لا يبان مليح. نتصير هكذا يطوال، تستاف ومن بعد تكريحت شوية، ومن بعد قلت نوض ولا غندير لهم حاجة العشية. هنا ديسيديت ندير لهم اون تارت او سيترون. اذا راكم حابين تشوفوا لا روسيت او كومبلي خلو لي في لي كومونتير، نديرها لكم افيك بليزير. تما لا بات سابلي، هنا لا كريم او سيترون، ولا مورينغ. انا نموت على تارت او سيترون بلا مورينغ، لازم تعود فيها اون مورينغ ايطاليان. اي فوالا ريزولتا، ان شاء الله تعود عجبتكم. ورافقت لا تارت او سيترون تاعي مع كاس اتاي، خير من قهوه حليب ما توالمش. وانا ناس داري يحبوا لاتاي. وهنا لحقنا لا بارتي لا بلوز اغريابل، هو تلقم لاتاي. لازم تلقموه لاتاي، وصحاب الصحراء على بالهم دو كوا جو بارل. لاتاي بلا تلقام ما يشربوش، لازم يعود مرغون وملقم مليح مليح. وهنا نديسني وتي نروح نقعدو في الهول، نشربو كاساتين، ناكلو اون تي تارت. شوفوها كيفاش خرجت لي زيتاج، جاو يشهو، جات تشهي بنينه. كليناها بصحة ولهنا. شاهدكم في الجنة ان شاء الله. وهنا لحقنا لاخر فيديو، اذا عجبتكم ما تنساوش تابوني قبل ما تروحوا.